السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. نتكلم في هذا الفيديو عن أفعال يتبعها to أو ing. طبعا تكلمنا بالدرس السابق عن أربع حالات، أنه فعل يأتي بعده to infinitive، بعدين فعل يأتي بعده ing gerund المصدر، وأيضا فعل يأتي بعده to ing لكن لهم معنى مختلف بشكل قليل، أو بيكون المعنى مختلف تماما. في هذا الدرس نتكلم عن أفعال يتبعها to أو ing لكن يكون المعنى مختلف تماما. نأخذ مزيد من المعلومات التي توضح هذه الحالة. regret to do something يعني تأسف لفعل شيء. لاحظ to do، regret doing something تأسف على فعل شيء. نشوف الفرق بيناتهم بين to do أو doing. regret بالحالتين ملاحظين يأسف، something نفس الشيء. الفرق بين to do doing، you feel sorry before you do something، تشعر بالأسف قبل أن تفعل شيء ما، يعني قبل ما أسوي هالشيء هذا من داخلي في أسف. we regret to inform you that your application wasn't successful، نأسف لنخبرك that your application بأن طلبك wasn't successful لم يكن ناجح، أو تطبيقك لم يكن ناجح. إذا نأسف قبل أن نفعل شيء ما. regret doing something، you do something and then feel sorry about it، يعني أنت تقوم بشيء بعد إذن تشعر بالأسف. الحالة الأولى قبل أن تقوم بشيء تشعر بالأسف، الحالة الثانية قمت بالشيء بعدها تشعر بالأسف. I regret going to that concert. It was so boring. يعني أسف للذهاب إلى تلك الحفلة. It was so boring. كانت مملة جدا. إذا الحالة الأولى إذا استخدمنا to do، إذا نأسف على فعل شيء قبل أن نقوم به. doing الحالة الثانية قمنا بالشيء بعدها نأسف عليه. remember to do something يعني يتذكر لفعل شيء ما. remember doing something يتذكر فعل شيء ما. نشوف الفرق بين to do doing. الحالة الأولى you remember that you have to do something earlier، يعني تذكر بأنه يجب عليك أن تفعل شيء ما أبكر أو مبكرا. I remembered to turn off the TV but I forgot to water the plants، يعني تذكرت لأطفئ التلفاز لكنني نسيت أن أسقي النباتات. إذا تذكر بأنه يجب أن أفعل شيء أبكر، يعني قبل ما أطفئ التلفاز كان يجب أن أسقي أو أسقي النباتات. I remember to turn off the TV but I forgot to water the plant. remember doing something. طيب إذا استخدمنا doing، you remember that you did something earlier، أتذكر أنه فعلت شيء ما أبكر. I remember being here before but I don't know when it was، أتذكر بأني كنت هنا من قبل لكنني لا أعرف متى كان ذلك. إذا هنا أتذكر أني فعلت هذا الشيء أو أتيت لهذا المكان من قبل. إذا I remember being here before but I don't know when it was. إذا استخدمنا remember بعدين be مضاف له ing، استخدمت remember بعدين to turn off to والمصدر. stop to do something إذا توقف على فعل شيء ما. إذا استخدمنا to do، راح نشوف doing. you interrupt an activity in order to do something else، يعني أنت تقطع نشاط in order to لكي تفعل شيء ما آخر. إذا كنت تسوي نشاط قطعته عشان تبدأ شيء آخر. I stopped to buy a newspaper، توقفت عن شراء صحيفة، توقفت عن شراء صحيفة لكن راح أبدأ to buy for example لأبدأ to buy
نيو بوك لأشتري كتاب جديد بدلا عنها. إذا توقفت عن شراء الصحف لكن راح أبدأ بشراء شيء آخر بديل. I stop to buy a newspaper. حالة ثانية stop doing something. توقع عن فعل شيء ما. You are doing something and interrupt this activity. يعني أنت تقوم بشيء ما وقطعت أو وتقطع هذا النشاط. I stopped running. إذا توقفت عن الجري because I was out of breath. لأني كنت منقطع النفس. إذا نحفظ out of breath إذا منقطع النفس. إذا نقوم بشيء ما وقطعت هذا النشاط. أنا أقوم بالجري وقطعته. I stopped running because I was out of breath. Stop crying and tell me what the matter. توقف عن البكاء. إذا قطعت هذا النشاط. إذا بكاء مستمر قطعه ليقوم بشيء آخر. Stop crying and tell me what the matter. توقف عن البكاء وأخبرني ما المشكلة أو ما هي مشكلتك. نحفظ in order to. In order to لكي. لكي تقوم. In order to go. لكي تذهب. In order to sleep. لكي تنام. In order to eat. لكي تأكل وهكذا. Else آخر. نحفظ interrupt يقطع. أيضا نحفظ what's the matter ما المشكلة. What's the problem ما المشكلة. نفس الكلام the matter or problem. Try to do something. لاحظ نستخدم to do أو try doing. Try to do something. You make an effort to do something. يعني تقوم بجهد لتفعل شيء ما. I tried to run faster but I was too tired. يعني حاولت أن أركض أسرع أو بشكل أسرع but I was too tired. كنت منهكا جدا أو متعب جدا. Try to do something. إذا هنا حاولت أو قمت بجهد لتفعل شيء ما. الحالة الثانية try doing something. تحاول الفعل أو تحاول فعل شيء ما. You do something as an experiment. تقوم بشيء كتجربة to find out لتكشف if it produces the result you want. لترى إذ يحقق النتيجة المطلوبة أو النتيجة المرجوة. يعني أقوم بشيء كتجربة لأرى إذا يحقق الشيء المطلوب أن أحققه. The lift stopped between floors. توقف المصعد بين الطوابق. So I tried pressing the red button to call for help. لذلك حاولت الضغط على the red button الزر الأحمر to call for help لأطلب النجدة. إذن كتجربة سابقة أنه عندما يصير عندي موقف يجب أن أقوم بها ذاك الشيء ليحصل على شيء معين. إذا عندما أستخدم try doing إذا أقوم بشيء كتجربة للحصول على نتيجة مرجوة. The lift stopped between floors so I tried pressing the red button to call for help. يطلب النجدة. إذا نحفظ help إذا مساعدة أو النجدة. Call for ينادي لي أو يدعو لي أو يطلب. pressing لاحظ استخدمنا try والفعل press ضفنا له ing. لاحظ الفعل stop يتوقف عندما ضفنا ed يجب أن نضاعف الحرف الساكن الأخير. لماذا؟ لأنه حرف ساكن مسبوق بحرف صوتي وحيد. نحفظ كلمة experiment تجربة find out يجد أو يكتشف يرى produce ينتج ضفنا طبعا S انفضل غائب. لماذا؟ لأن قبلها it produces result لاحظ نتيجة. هذا نحفظ effort جهد. أيضا لاحظ هنا ضفنا ER مقارنة faster slower وهكذا. fast سريع faster أسرع too جدا too بمعنى جدا تأتي قبل الصفة بمعنى جدا. لاحظ عندنا تو أو واحدة بين تو دبل أو. إذن تو جدا. وأيضا إذا جاءت في نهاية الجملة بمعنى أيضا. إذن تو
جدا. وأيضا مثلا I like fish and I like fish too، وأنا أحب السمك too أيضا. إذا بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم، تعلمنا عن to infinitive المصدر أو gerund ing يأتي بعد الفعل to أو ing، وهنا بيكون الفرق مختلف تماما بشكل كبير بين المعنين، بين استخدام to والفعل أو الفعل مضاف له ing. بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.